إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أحبتي في الله، درسيًا ودرسي سدحات كان مدعى دروستي نوسعته مادة التعبير وحن صو ضافني أما صو أخرني الدرس الأول الحوار الأول ودرسي كوادها الدرس الأول الحوار الثاني ما أنت إن شاء الله وحن قادنينا الدرس الأول الحوار الثالث حوار كي سدحات مادة تعبيرك. طيب، حامد وإرشاد. حامد: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين درست اللغة العربية؟ أين درست اللغة العربية؟ درست اللغة العربية في بلادي. درست اللغة العربية في بلادي. هل درست اللغة العربية في الجامعة؟ لا، درست اللغة العربية في المدرسة الثانوية. اللغة العربية صعبة؟ لا، ليست بصعبة، ليست بصعبة. أريد أن أتعلم اللغة العربية بسرعة. أريد أن أتعلم اللغة العربية بسرعة. شيئا فشيئا إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، حوار كان وحوار كين يسدحات مادة التعبير المستوى الأول. طبعا مركا حوار كان هذا أحمر يا حامد إرشاد. حامد أيا سؤاش بلاوي أما هذلك بلاوي وحونا دهي السلام عليكم. إرشادنا وحو جوابي وعليكم السلام ورحمة الله. حامد أيا سؤالي أين درست اللغة العربية؟ حقيت كسو برتي لغة عربية أما أتكو دراسيسي. إرشاد أيا جوابي درست اللغة العربية في بلادي. درست اللغة العربية في بلادي. أين درست؟ مركز سجل الله الله. أين درست؟ تعالوات كردي إيسا قفك الله الله يسو مخاطبك أذيك مركا أسكه الله يسو جواب سيدي إرشادنا وحال لذي درست في بلادي. في بلادي درست اللغة العربية في بلادي. بلدك أنكي إماذي أيان كسو برتي اللغة العربية. هل درست اللغة العربية في الجامعة؟ هل درست اللغة العربية اللغة العربية مياد دراسيسي في الجامعة معناها مرحلة جامعة مياكو صبرتي؟ لا درست اللغة العربية في المدرسة الثانوية. لغة عربية وحانكو صبرتي مدرسة ثانوية مرحلة جامعتكم صبرنين معناها مركو يدي مجالة ماشو صبرتي كدب هذا نوع سيوى دنيا مجالة عدكو برتي كإماتي مجامعة مرحلة جامعات بدكو برتين مثل مرحلة ثانوي. طيب، حامد أياها الله يوحود هاي اللغة العربية صعبة. اللغة العربية صعبة. إرشاد أيها جوابي لا، ليست بصعبة، ليست بصعبة. لغة العربية ما أهن مد أذك ما أهن. طيب، أريد أن أتعلم اللغة العربية بسرعة. حامد أوعده أريد أن أتعلم وحان دوني إن أنبرته اللغة العربية اللغة العربية إن أنبرته بسرعة سيدك دقاء إن أنبرته. إرشاد أجوابي وحكده شيئا فشيئا إن شاء الله. إن ير آيات أبرنسا شيئا فشيئا تلاوة معنى اللغة العربية ولغة واسعة ولغة غنية هضن لغة لم يدها مجرد عالمك حق مفرداتك سي واسع أطهي
واللغة حتى مركا برت قواعد هذا إن مركا تكوها ليس تطبيق سوء قواعد نحو هذا إلى لس أذكتاي نطق حروف هذا وإن تقول برتا أو أتسكسكتا واللغة مركا بهن وقت دير هذه قول جامعات قصب جامعات قصب حي أو متخصص في اللغة إيه أما حتى اللغة كلية اللغة العربية كسب حي أمريكا هذا يسوا حدادا أوفر سن مركا قال أخطاء أي كاد عيسى حق دواق أم حق إعرابته تاسنا وحكيني سال لغة وحاول لغة باهن وقتي مركا وحود هاي شيئا فشيئا ترتيب ترتيب بدو برنت إن شاء الله حامد وحود هاي إن شاء الله وحن رجينا يا إن اللغة العربية ترتيب ترتيب وبرته تدريبات التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية أين درس إرشاد اللغة العربية إرشاد حق أي كبرتي لغة عربية درس في بلاده درس إرشاد اللغة العربية في بلاده بلادي أوكي ماذي أي كبرتي طيب أين درس اللغة العربية حقو كبرتي مرحلة ذي درس في المدرسة الثانوية درس في المدرسة الثانوية هل درس إرشاد اللغة العربية في الجامعة إرشاد اللغة العربية موحو كبرتي جامعة لا درس في المدرسة الثانوية هل اللغة العربية صعبة هل اللغة العربية صعبة ما اللغة أذك باه ما اللغة لبذن باه لا ليست بصعبة ليست بصعبة لا هي لغة سهلة هي لغة سهلة هل تريد أن تتعلم اللغة العربية بسرعة هل تريد مدونيسا أن تتعلم اللغة العربية لغة العربية إن كبرته بسرعة سدقدقة نعم أريد أن أتعلم اللغة العربية بسرعة رتب الكلمات التالية مبتدئا بما تحته خط مكونا من كل سطر جملة مفيدة حلو دهي رتب الكلمات التالية كلمين كسوس عضو هاي أو ترتيبي مبتدئا أذيه كبلاوة بما تحته خط كلمة لو علامة ذي هوست هذا علامة لصاري آيات كبلاوة ترتيبته وحن صومرني أيضا لقسي كلمات كالدوان سيدا أذي دونت ترتيبينيس أو مدى ربط آيات كبلاوة هذا وحال لغو بلاوة ولغو دبرية أما ولغو قيدة تعبير مقيدة حلو ليه كلمة دان كبلاوة كون كلاها كبلاوة طيب مكونا حالتها مدكس سمينة يوك عبارات كاس كالدو أما كلمين كاس من كل سطر جملة مفيدة مكونا من كل سطر كاستا وحاد كسمينيسا جملة مفيدة أذيغو كب اللاوايو كلمة لغو على مذي طيب اللغة بسرعة العربية أتعلم أريد أن جملة أخرى مركة كلمة هوست لغا حريقي سيفي عن أمم وقته ولين يرو خفيفة مركة وحاوي أريد جملة لوانا وهمزة جملة سدحانا وأنا جملة أفرانا وأين جملة شنانا وليست ليست طيب مدو هورا أنك باللاونا وحانا كبلاوي أو شرطي أين كبلاو ذو كلمة أريد طيب أريد أن أتعلم اللغة العربية بسرعة أريد أن أتعلم اللغة العربية بسرعة طيب جملة اللواد وحانا كبلاوي هنا همزة أدرست اللغة العربية في الجامعة أدرست اللغة العربية في الجامعة طيب جملة سدحات أنا أيان كبلاوينا أنا
درست اللغة العربية في بلادي. أنا درست اللغة العربية في بلادي. وحان كسو دراسي لغة العربية مغالا ديدي إيماشان كيمت. أين جملة ذكالة؟ أين درست اللغة العربية يا إرشاد؟ أين درست اللغة العربية يا إرشاد؟ طيب حقيت كبرتي لغة العربية إرشاد حقيت كبرتي. طيب لو حنكبلاوينا ليست اللغة العربية بصعبة. ليست اللغة العربية بصعبة. التدريب الثالث، ضع كلمة مناسبة في كل فراغ مما ضع دجي أما كبوحي كلمة مناسبة كلمة ماشا بنان مناسب وفي كل فراغ مما يأتي ميل كستوب بنان أو إيمان دون توحد كبوحيسا كلمة مناسب وفي دارس إرشاد اللغة العربية في بلاده في بلاده. طيب يريد حامد أن داش اللغة العربية أن يتعلم اللغة العربية أن يدرس اللغة العربية. اللغة العربية صعبة. اللغة العربية صعبة. اللغة العربية سهلة. وتقولين كرتا وحكى لو ماشي قلين كرتا اللغة العربية ليست بصعبة. ليست بصعبة. درست اللغة العربية أما درست اللغة العربية في المدرسة الثانوية. درست مركو إرشاد سكسك الله يمحوري. درست اللغة العربية في المدرسة الثانوية. طيب أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية بسرعة. أنا أريد أن ماشا محلوب بحنية أتعلم اللغة العربية بسرعة. طيب التدريب الرابع، كون أربع جمل مفيدة من الجدول ثم اكتبها مرتبة. خذ كلمة واحدة من كل عمود. حالو دهي كون أربع جمل أفر جملين نوها جاجي أو مفيدة مفيدة هدنا وحينو فإذيني سو انتين كينية من الجدول كلمة وجدول كلوسي ثم اكتبها كدب قر مرتبة أيضا حبيسا. خذ وحد قالتا كلمة واحدة قاضو من كل عمود تير كستا أما كولم كستا وحد قالتا كلمة كنا كلمة كنا كلمة كنا كلمة أفرت كلمة اسكو دجي كدبنا وحانو سميسا جملة مفيدة أفر جملة كسو بحيسا مركو حالو سيي أفر عمود كستا أفر كلمة كجرتا كلمة والبو كلمة مناسب كوا لدونو. طيب أنك باللونو أين ومش لينك أورا وحن وجرتا كولم كوان أما عمود كوغرانتا ينبا وان أين أيان قاضي وحاكو توسن أدرس سهلة مناسب ماها أين وحن راعي كولم كلاوات بان هل كلمة كسو قاضن أو درست. أين درست وحن آذي كولم كسدحاد وحن قاضنا اللغة كولم كأفران نحن كسو قاضنا العربية. أين درست اللغة العربية وسؤال مركوانا جملة مفيدة. أين درست اللغة العربية؟ طيب هل جملة مفيدة وهي سنة جملة اللغات وحن كبلا ويا اللغة أو عمودك كواد يوجرته إلى أين كنا ماذي اللغة العربية وان قادنا يا عمود كلوات كقادنا يا مركان كقاتو عمود كسدحاد وحان كقادنا يا ما يا عمود كسدحاد وحان كقادنا يا سهلة اللغة العربية سهلة مركان قاتو
عمود كأفراد وحنك قادنا يا جدا. اللغة العربية سهلة جدا، سهلة جدا. طيب وحنك قادنا يا أنا عمود ككوات أما كولم ككوات وحن قادنا يا الدروس أنك قادنا يا قيب تلاوات مش أقوه الرئيس أنا الدروس وأنا استصمة في أنك قادنا يا كلام كسدحات في أنك قادنا يا كلام كأفراد نحن قادنا يا الشعبة الشعبة مركان سكوت ضروحيين نقنيسا أنا الدروس في الشعبة أنيقة وحان برتاء أرضي كأهي شعبة قيب تمعتك. طيب وحان قاذنا يا جملة دي أقدم بيسي هو أيان قاذنا يا وحا كحكتا أو إيدمن كولم كاس يريد أيا إيدمن هو يريد أن بانك قاذنا يا كولم كأفراد ولي استعمال يتعلمنا وان قاذنا يا هو يريد أن يتعلم هو يريد أن يتعلم أسقو حدونا يا إنو وحبرته. طيب أنت وحا يقولن أفر جملة أو مفيدة أفر جملة أو مفيدة. طيب التدريب الخامس اقرأ المثال مثالك أخري ثم حول الجمل الآتية جملين كسوس عذا مرك قدي أو قدي على غراره سيدي سوكال أقدي سيدا مثالك أيهاي مثال اللغة العربية صعبة أيها كدب والقدي تحويل يا الوسمي اللغة العربية ليست بصعبة اللغة الفرنسية سهلة قدي مركة اللغة الفرنسية ليست بسهلة ليس خبر كذا وحال قليا با وأن برندو أنت إن شاء الله مستوياشا سو سعودان خاصة مستواها لواد كتابك التدريبات مركم باللونه ولواد كتاب قراءات كإنو رمضان وأن برندو أن ليس خبر كذا إني با لقليو. طيب المدينة جميلة المدينة ليست بجميلة اللغة الصينية صعبة اللغة الصينية ليست بصعبة اللغة الإنجليزية ليست بصعبة الجامعة ليست بقريبة. طيب وحا أقود بينا التدريب السادس استعمل الأسماء الآتية في جمل من إنشائك. هذا محالوسي التعبير الحر وألغف صحي كلمات الوسينية وحلوليها استعمل الأسماء الآتية معايدة صوص عضو أذيكسو ومحانكو أذيكسنا يا في جملين واستعمال من إنشائك أذيك تعبير كاذي إنشاء هذا كإمادي معناها كلمة قاضو أذيكو تصرف. طيب اللغة الوسي وحاندي كرنا اللغة العربية لغة سهلة اللغة العربية لغة جميلة الشعبة سقط أنا طالب أدرس في الشعبة أيها ذكرتها. طيب الجامعة درست اللغة العربية في الجامعة أيها ذكرتها وحدك لو ذكرتها أنا طالب جديد في الجامعة الإسلامية معناها وحال رأى كلمة أن إنا أذيكستو جملة مفيدة ساربت أو تصرف فكرة هادات سوف أنتي درسي ويسهلنتي إنا تقديسو أما آد استعماشو أسمادا إي كلموينك. طيب
المدرسة درست اللغة العربية في المدرسة الثانوية. المدرسة الثانوية مرحلة مهمة جدا. وهذه كرتا معناها كلمة قاضو جملة مفيدة نقلي. المدرس معلمك أيال غدا استعمال. المدرس كالولد معلمك وسيدة والدك وكالي. المدرس يدرس الدرس وهو أخرنا يا درسي. المدرس يدرس الطلاب معلمك وهو عشر كبريا أما يعلم الطلاب وهو بريا أرضذي مركا وحيالا بدن أيدو هذيك سنكرتا انت سبحان أولا درسي سدحات إيه الحوار الثالث كان الدرس الأول. الدرس الأول الحوار الثالث واي سوق هذا نهران. الدرس الأول الحوار الأول إيه الدرس الأول الحوار الثاني. درسي كستأيا وحليها دور حوار مركا إلى أفر حوار بارك الدرس لي سيدا هذا الدرس الأول وكا حوار كلا ينور فراد مركز أن درس الثاني وجود بدونه. لكن حوار كستا وين أنا مركز عناوينتي أن ترتيبنا صفات وفهمتو كتابك أولا سعتو كتابك وحكو سعدا. الدرس الحوار الأول الدرس الأول الحوار الثاني الدرس الأول الحوار إن شاء الله عشر كسو سعدو عن قادان دونا الدرس الأول الحوار الرابع. وأنا ما دذا تعبير إن شاء الله وأنا مهسنتي دمان أصحابتك وتحن شانل هذا إمام شافعي إمام مالك دمان كسو دوالا أصحابتك وباهن اللغة العربية الجرسية. وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.